يبدو انه موضوع الفيديو اللي تم تداوله خلال الايام اللي فاتت مش هينتهي بسهوله. ايه موضوع الفيديو؟ انتوا عارفين ده فيديو كان موجود فيه دكتور و ثلاثة من الممرضين او ممرض واثنين من العاملين في احدى المستشفيات زي ما بدا. وكانت الحكاية انه الدكتور يعني بيعسف الممرض وبيقول له لان هو اساء للكلب بتاعه بتاع الدكتور، فبيقول له يعني اسجد للكلب، فرفض، فقال له لا يعني كهربني انا مش هعمل كده. قال له طب اعمل تعظيم سلام للكلب. وبعدين في اتنين من العاملين او الممرضين عاملين حبل وهو الراجل الكبير بينط الحبل كده في نوع من التعسيف. اعتقد حضراتكم شفتوا الفيديو ده، ورونا بس عشان نوري الناس يعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. ما تعيش حركاتي دي. يلا خلص معايا، خلص معانا عشان تبطل تغلط في الكلب تاني مره. تبطل تغلط في الكلب. يلا واحد يلا واحد يلا. انا هعدي هعدي دي بس واحد. والله ما بيعرفوا هم، والله ما معرفوا. يلا واحد واحد. مش هتنطها عدل، هتتضرب. اثنين ثلاثة أربعة. والله هم اللي ما بيعرفوا. والله هم يا دكتور عم انتوا خمسة. بالله خمسة. يلا خمسة. كلبي أنا أتكلم على كلبي أنا. قاعد زي الباشا ورا، باشا قاعد ما غلطش في حد. تغلط فيه ليه؟ وتقول وتروح تقول لهم إن أنا جيت علشان الكلب هرب. ما أمك لو ربيه. وبعديها تسجد سجدتين للكلب. يلا يلا يلا. ها 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 يلا يلا ها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا مين مش عارف؟ والله ما أنا، والله مين هم الأبطال؟ يبقى أهو خمسة. طيب أنا خمسة بتوع فين؟ طب ده الفيديو اللي الناس شافته. محدش عارف أو ما كانش حد عارف إيه التفاصيل ولا دول مين. اول معلومه طلعت انه الدكتور ده اللي موجود هو الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في جامعه عين شمس. اول معلومه طلعت والناس اتكلمت مع الدكتور عمرو خيري، والدكتور عمرو خيري رد عليهم، اتكلم قال لهم انه الفيديو ده من 3 سنين، وانه احنا كنا بنهزر، وانه الجزء بتاع الكلب ده في الاخر متفبرك مش صحيح، وانه احنا بنهزر كده طول الوقت وبتاع، ومفيش حد بياخد الكلب للمستشفى. والناس كانت معتقده كلام الدكتور عمرو هنا مش كلام مش منطقي، لان يعني الدكتور عمرو قفل تليفونه ويحاول يكلمه ما بيردش. وانه متفبرك، وانه في حد عامل هاكر على تليفونه، وفي ناس بيحاولوا يبتزوه وخدوا الفيديو ده عشان يبتزوه ان هو مش صحيح. بدا الناس تبحث تقول الله، طيب ده رئيس قسم العظام في جامعة عين شمس، فطلع قرار من وزير التعليم العالي، لأنه لو هو جامعة عين شمس تبقى وزارة التعليم هي اللي لازم تدخل. فوزير التعليم العالي وجه بإحالة واقعة إهانة عضو هيئة التمريض للتحقيق دكتور خالد عبد الغفار، عمل على طول أنه لابد من التحقيق في هذا الموضوع. والنائب العام طلع بيان وقال انه ده القرار بتاع وزير التعليم العالي. وبعدين طلع بيان من النائب العام يقول ان احنا يأمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة الطبيب بجامعة عين شمس لممرض. طيب هنا الناس راحوا يسألوا نقابة الأطباء. طب يا جماعة في نقابة الأطباء ايه الوضع؟ ما بتتكلموش ليه؟ فقال لك والله اللي حصل ده دي مخالفة إدارية، فده يروح للنيابة الإدارية لو هو موجود على ذمة المستشفى بتاعت الجامعة، أو لو هو في مستشفى خاص يبقى إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة هي اللي تتولى المسألة. كل ده والناس مش عارفة إيه اللي حصل. فإحنا توصلنا لإيه؟ إنه الحادثة دي في مستشفى النزهة الخاصة. فإذا هو مش في مستشفى تابع ليه جامعة عين شمس، هو في مستشفى النزهة الخاص. ولذلك لما الناس عرفت انها في مستشفى النزهة الخاصة طلع من وزارة الصحة بيان
بتشكيل لجنه من مكبره من العلاج الحر للتحقيق في واقعة فيديو الطبيب داخل احدى المستشفيات الخاصه. يبقى احنا كده وصلنا انه العلاج الحر في وزاره الصحه هيعملوا لجنه عشان يحققوا في هذا الموضوع. كويس؟ كل ده في الوقت الاخير، يعني كل ده في الوقت الاخير. طيب الموقف الوقت ايه بالظبط؟ خلونا، لانه في واحد هو لازم يتكلم. يعني بص، الدكتور ممكن يراوغ لانه هو متهم. جاني. طيب الاول خلوني، لانه الزملاء في اليوم السابع وصلوا للممرض، الرجل الممرض المسن ده اسمه عم عادل. وصلوا له ومعانا جزء من الكلام اللي الزملاء في اليوم السابع انفردوا بنشره، نسمعه لحضراتكم لانه هو الراجل ده هو اللي هيفصل في الموضوع. الدكتور يقول اصل كنا بنهزر، لا اتفبرك ما اتفبركش. فخلونا نسمع كده عم عادل اللي هو الراجل المجنى عليه اللي اهين الحقيقه بشكل صعب جدا. سمعونا كده يا شباب. الواقع دي حصلت من فتره، من حوالي 6 شهور. كان سببها كان دكتور الفاضل دكتور عمرو كان عنده كلب، والكلب ده كان اتوفى. فانا ما اعرفش طبعا ان هو الكلب اتوفى، فانا لقيته زعلان ومتضايق و ايه يا دكتور في ايه اللي حصل. فطبعا فوجئت ان هو قال لي ان الكلب بتاعه اتوفى. خدتها طبعا ازاي الزعل ده كله على كلب، يعني انا خفت عليه من الزعل اللي هو كان فيه، يعني اللي هو كان فيه يعني حاجه صعبه شويه. فانا افتكرت ان في حاجه حصلت، فقال لي ده الكلب بتاع اللي مات. فانا طبعا انا ضحكت، فده اكيد ضايقه طبعا. وكنت بقول له ده احنا كلنا هنيجي بقى نعزي. فبعدين فوجئت طبعا ان هو طبعا قال لي ان هو جاب حاجه تاني جديده، جاب كلب جديد تمنه طبعا 20,000 او حاجه زي كده. فهردت طبعا على الكلب دوت، يعني ليه تجيب كلب ب 20,000 وبتاع، هو طبعا حر. ففوجئت بال مش عايز اقول، يعني دخلت شغلي على اساس اخد اوردر في شغل او حاجه، لقيت طبعا الوضع ده الفيديو ده متجهز او 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 اتعمل ارتجالي مش عارف بقى بايه بالظبط. انا ما نمتش من امبارح. انا لولاش الافاضل محامين الالج وكبارات البلد طلبوني ووقفوا جنبي، انا مش عارف كنت همشي ازاي، انا كنت همشي في البلد ازاي وعيالي يمشوا ازاي في البلد. انا طبعا اتأثرت، الفيديو مهين ليا ومهين لزوجتي واولادي واهل بلدي وللدنيا كلها، ومين اللي هيقف جنبي؟ انا لولاش اهل بلدي هم اللي وقفوا جنبي. انا لو مش من الالج مين اللي هيقف جنبي؟ انا من البلد ديت، البلد دي هي اللي واقفه جنبي. لا انا تعبان نفسيا، انا مش قادر اقعد، انا كنت عايز امشي والله. كان في فيديوهات قبل كده بس حاجات بسيطه، يعني كنا بنضحك، يعني ما كانش يعني مش عارف، يعني مش اول مره. يعني عارف ان هو بيصور؟ لا لا، فوجئت ان هو بيصور طبعا، انا فوجئت ان هو بيصور وفوجئت بالفيديو ده، وجئت في التلفزيون وانا يعني انا كل ده انا فوجئت من امبارح، انا فوجئت امبارح زي اي حد. مش قادر اقول لك، انا قفلت الاوضه على نفسي وقاعد عايز حد يكلمني، اكلم حد يقف جنبي مش عارف. لدرجه انا رحت لمحامي فاضل برضك الفجر الساعه 4 الفجر عشان اقول له على اللي حصل ده. لا طبعا متاثرين، كلهم متاثرين، ولادي متاثرين، ولادي ابوه متهان، ولادي وبلد والناس. ربنا يكفينا شر قهرة الرجال، يعني انتوا عارفين قهر الرجال ده حاجة يعني صعبة جدا. فاحنا هنا قدام واقعة اهي، كان لابد ان يتحدث الاخ عادل سالم اللي هو الممرض لانه هو الفيصل في هذا الموضوع. دكتور عمرو خيري راح وجه ونفى وهكر ومفبركة وبتاع، والراجل بيحكي هذه الواقعة. طيب خلونا، لانه في اجراءات المساله متشعبه، يعني احنا عندنا دكتور هو رئيس قسم العظام في جامعه عين شمس، لكن الواقع في مستشفى خاص، ففي اجراءات اتخذت ضد الدكتور عمرو خيري، اعتقد هيكلمنا عنها الاستاذ دكتور المتيني، الاستاذ محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم.
يعني الاول كانت المساله كلها مركزه انه يعني المتهم في هذا الفيديو انه استاذ بي استاذ او رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس. يعني كيف وصل لحضرتك الموضوع وكيف تم التصرف فيه؟ انا لم اعلم طبعا اي شيء عن هذا الموضوع لحد الصبح النهارده بدري لما وصل لي الامن هذه المقطع المشين الحقيقه. وطبعا على الفور تواصلت انا والسيد وزير التعليم العالي وحولنا الطبيب، لا طبعا هي خارج، هي زي ما حضرتك تفضلت هي خارج الجامعه خالص، تمام خالص. ولكن في الاخر في استاذ وفي اجراء معين لازم يتخذ فتحول للتحقيق، وده قانون حسب قانون الجامعات بواسطه لجنه من كليه الحقوق اللي هتباشر عملها من بكره الصبح على طول. يعني هو لمجرد يعني رغم انه الواقع خارج نطاق الجامعه لكن لانه هو استاذ في الجامعه فتم اتخاذ هذا الاجراء يا فندم حسب قانون الجامعات. ايوه يا فندم، تمام. انا بشكر حضرتك وبحييك طبعا على هذا القرار. بشكرك دكتور محمود المتين رئيس جامعه عين شمس. طيب اذا الموضوع هنا هيبقى فيه تحقيق من الجامعه لانه هو استاذ في الجامعه وتحقيق من اداره العلاج الحر في وزاره الصحه لانه الواقعه حصلت في مستشفى خاص اللي هو المستشفيات الخاصه تابعه لاداره العلاج الحر في وزاره الصحه. الواقعه مؤسفه يعني اي كلام حواليها، لانه بصوا يا جماعه كلنا في مؤسساتنا وفي شغلنا المصريين بنحب نهزر مع بعض، ناس بتهزر، لكن هذا الهزار انه يبقى مهين وقاهر ليه هذا الرجل المسن بهذا الشكل. وانتوا شفتوا حالته، عم عادل بعد الزملاء في اليوم السابع ما سجلوا معاه نهار، يعني حاولنا نتكلم معاه الراجل انهار.